هنا تهب نسائم الحوض المتوسطي وتزيد زرقة مياهه الممتدة على مد البصر المنظر جمالا. على 5 هكتارات تتزين بالمساحة الخضراء وتكملها المرافق الخدماتية. إنها حديقة المتوسط. انا شخصيا يعني عندي عوام ما جيت يعني للبلاد. كي جيت هنايا حنا رانا من لي زونسين تاع وهرن ولاد وهرن، حنا موالفين غير بلي فالاز سيدي محمد وتحبس تما. دونك هاد ليكستونسيون اللي داروها ما شاء الله حاجه روعه، يعني امان فيها الناس فاميليا، هاك تشوف الكالم لا سيكوريتي اون فامي، ما تحس روحك بيان. عبر خليج وهران يطل هذا الفضاء العائلي ليجمع بين الراحة والمتعة والطبيعة الخلابة. هو مكان مثالي للنزهات والجلسات العائلية، حيث البحيرة الاصطناعية المميزة ولعب الأطفال. هذه الحديقة المتوسطية يعني راهي متنفس تاع العائلة، تعرف الضغوطات تاع العمل وكلش، الإنسان يجي لهاد الأماكن هذه باش يروح العائلة والضغوطات تاع البيت وكلش، حاجة مليحة ونتمنوا إن شاء الله ماذا بينا تولي في كاع أحياء تاع ولاية وهران. ولأن وهران ستكون حاضنة ألعاب المتوسط بامتياز ومقصدا للسياح، ستوفر هذه الحديقة التنزه والاستمتاع بزرقة البحر. رانا على المقبلين على البحر الأبيض المتوسط، وهذا حنا مرحبا بهم كاع. وهران على بالك مديافا، وهران مديافا اصلا فيها جايه ديناميك. مرحبا ب 58 ولاية ومرحبا بكاع المشاركين، مرحبا بهم في بلادهم، ما كاش مشكل، وحنا ثاني علينا اللي علينا نديروه. هياكل رياضية وفنية تم تشييدها بوهران استعدادا للألعاب المتوسطية، وها هي المدينة تتزين بفضاء خلاب يستجيب لكل من يبحث عن الهدوء والترويح عن النفس. فحديقة المتوسط ترحب بزوار ألعاب المتوسط.